انا عبدو بالله قلت انا خدمت مع قناوه ديال الدار البيضاء كلهم، خدمت مع المعلم الصار، خدمت مع حميده، خدمت مع عبد القادر ود التهامي، خدمت مع حسن ود الصويريه، خدمت مع ود الشريفه، فهمتي؟ هادو قناوه انت نقول لك السي محمد اللي هما بارزين ديك الساعه في القرن اللي داز، واش فهمتي؟ هادو قناوه ديال المرسى، كاين مولاي الحسن كاع قناوه. عاد خلي مراكش هما البدا ديالي، مراكش البدا ديالي انا اللي تعلمت منه تا قناوه، اللي خدم منه المدرسه الكبيره اللي عندنا مدرسه نقوميتا المعروفه في مراكش نقوميتا خارقه للعاده في هاد القنبري في هاد الاله. ما عندناش شي معلم بحال نقوميتا اللي تيخرق نقوميتا هاد القنبري تيقبض. هاد المعلم اللي عنده اللي تضرب النقاط، هذا هو المعلم اللي تضرب النقاط بمعلم كلمه، الا بغيتي تسمع النقاط اللي هما مفروزين غير على تقناويت، هو المعلم عبد اللطيف ولد سيدي عماره. نهار قعدت حدا ولد عبد اللطيف ولد سيدي عماره في جامعه الفنان قوميتال، هذاك هو المدرسه ديالنا، المدرسه الكبيره ديالنا. المهم اول معلم قعدت حدا سمعت المعلم شي حاجه خارق للعاده. كان المعلمين، كاين المعلم اللي تيوريك كاين المعلم اللي صعيب بحال هكا. لا خو السي محمد، ما عندنا حنا الدومين ديالنا، حنا ما فيها ما عمر شي معلم تيوري شي متعلم. عندنا في الدومين هذا كما قلت لك، حنا تقناوت هوايه، تقناوت ريحيه، خصك تحفظها في دماغك عاد تلقاها في يديك، واش فهمتي؟ وكاين هي بالمدرسه ديالك، وكاين خصك تدوز من المدرسه ديالها الاولى، خصك تعلم الراش، عاد زيد الرقابه، عاد زيد اللعب. ما يهم الا وصلتي نقوم حتى المواصل ديال اللعب وداك الشيء كله، هو راك قبضتي بلاصتك في وسط الربعه من البدا ديالو. هما القنبري كان بعيد عنا، القنبري كان مفرد عند المعلم في القرن اللي كان داز. القنبري ما تيتقاش نهائيا، المعلم تيضرب القنبري بوحدو، خاص ما تيقيسوا ليه شي حد.